حبيبنا الأستاذ محمد كبها نجمنا وإنسان فاخر فيه جدا جدا. كان الشرف التعرف فيه بالأول في الأمم المتحدة بحضور أستاذنا الكبير من 48 مصرين التاريخية الأستاذ أحمد الطيبي. فلما تعرفنا عليه يعني سعدنا جدا جدا، أعطانا انطباع قوي جدا بانتمائنا بفلسطينيتنا وعروبتنا وجذور شجر الزيتون. فكل المحبة لك أستاذ كبها حبيبنا كمان. حبايبي أنا يعني الأخ ماهر غني عن التعريف، الأخ ماهر من أهم الشخصيات الفعالة لقضيتنا ولفلسطين. يعني باسم هالشباب أنا بدي أشكرك لأنك أنت قدوة لإلنا ومثل أعلى. يعني دائما لقاءنا بالأفراح يعني شيء مشرف لإلنا يعني. وأنا أي لاف يو وأنت حبيبنا وأعرفك. ثانك يو.